قصدك بيها؟ احنا فين يا خالد؟ دي اني واحده انا عندي. خلاص خلاص تمام كده. انا بحب اقول الاسرار كلها للناس على الهواء. انا عجباني تبنوني لارا، يعني اول مره اعرف ان انا البتنجان القش ممكن احطه في الميه يعمل طعم البتنجان. بس احنا البتنجان دلوقتي هنجيبه وبعدين يعني ده الميه اللي هنسقي بيها الرز. طب انا هقول على الهوا بقى، هقول ان الميه اللي سقينا بيها الرز كنا حاطين فيها قش وبتنجان عشان ناخد طعم البتنجان. روحي حاطين فيه باذنجان. خلاص هو البتنجان، هم هيبقوا عارفين ان البتنجان مش هيطلع من الميه يتقلب على الميه. لا، في طلع الان مش الباذنجان، هذا من اسباب المصالح. على احنا لما نطبخ في البيت نطبخ طنجره وحده، بنحط الدجاج، بنحط الباذنجان، بنحط الرز، بنقلبها. هذا بيتي. امال ده ايه؟ اما هذا شغل يعني مطاعم. عندك مثلا 500 شخص، 500 وجبه كيف بتلحق لها؟ صحيح. أنا يعني لو عندي مثلا 500 واحد جاني الان عندي حفله، شو بسويها؟ بدون مقلوبه. فبجيب الرز مع مية الدجاج مع هاي المي، بطبخ الرز بحله كبيره. طب ومية الدجاج بالبتنجان؟ ايه؟ يعني مية الفراخ والبتنجان؟ مية الفراخ والبتنجان. بس كده مش محطوط اي توم، مش محطوط اي لا ما هو محطوط اي شيء، بس بحط مثلا بشيل الزفرة تبعها. على ما يبقى عندي الباذنجان بضيف هاي الحبة، هاي المقليها انا عندي هون هاي بدل الطنجره بعملها هيك بالشكل، بعد ما تكون مقليه بهذا الشكل. انا بعت لكم صور. الحق عليك انت، حق عليك يا رويد، انت مش عارفه شو شايفه مثلا. على هاي لما تكون مقليه بتكون بهذا الشكل. تنزل تحت، بنحط الفراخ تحت، بنحط المكسرات فوقها، بنحط المكسرات فوقها، وبنحط الدجاج، ونحط شوية رز من المطبوخ وشوية باذنجان وانتهي. بحط الصحن هذا الكبير ندور. أنا مشيت عشان اللي هيفطر النهاردة على الأكل ده. بصراحة الناس بص. أنا والله كنت ماسك المعدة بتاعتي. يعني أنا بهذا الشكل بدي أتعلم. إن شاء الله. لكن إحنا لسه هنحمر كل ده. إي لازم نحمر. لسه. سريع بوتاجاز. وانت ما كنتش هتقول الكلام عشان الناس اللي هتيجي بعديك تبقى شايفه الكلام. ايوه الناس مش هيرضيكوا كده. طلعت امبارح مع الناس حلقه واحده ومش عايز اعرف سريع بوتاجاز في قاعده عشان لما يجي اي شيف معانا تاني يبقى شغله. حما معاه اقول له طيب احنا بنسخن الزيت، بس احنا عشان هو خلاص 5 دقايق والوقت يبقى ضيق قوي، فاحنا هنحمر البتنجان مع الشيف عادل دلوقتي وهنجهز حاجاتنا عشان ان شاء الله استنونا عشان المقلوبه بالفراخ. وانا مستنيه النهارده اعمل قطايف اخيرا هنقدر في اسطنبول نعمل قطايف في البيت. مش عايزه اقول لكم دي مأساة والله. انت عارفه ان عندنا يوميا يوميا والله بس في مطعم بتاع الفاتح هناك فاتح مين عندنا احنا هنا بعيد بنبعد الدنيا بالسياره ربنا يبارك فيك. احنا عامه بنجهز